السلام عليكم ورحمة الله. هذا طبعا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام الذي ألفه ابن القيم رحمه الله في رحلة الحج. وطبعا الكتاب هذه نسخة أنصح بها شيء ماتع، 7 مجلدات، المجلد السابع فقط في الفهارس، المجلد السابع فقط في الفهارس، هذا هو المجلد السابع كامل كله فهارس، سبحان الله. يعني هذا يدلك العمل الذي أنجز في هذا. أنا هنا أتعرض هنا لنص ذكره الإمام ابن القيم لما هو بيتكلم طبعا على أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في الصفحة 81 من المجلد الأول، يقول: وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، يقصد جلاء الأفهام. إذن معناها كتاب جلاء الأفهام، وقد شرحناه تاما بحمد الله عز وجل، سبق كتاب زاد المعاد. وإنما ذكرناها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حالة المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، وبالله المستعان عليه التكلان. رحمك الله يا ابن القيم، رحمك الله. وهذا كله يدلل على أنه ألفه في رحلة السفر من دمشق الشام إلى مكة في رحلة الحج، فرحمه الله. أسفارهم وليلهم ونهارهم كله لله وبالله، ولا نزكي على الله أحدا. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.